وقد وردت أدعية كثيرة في الصلاة على الميت، من ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة مسلم فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. ومن ذلك ما رواه الحاكم عن يزيد بن عبد الله بن المطلب بن ركانة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول: اللهم عبدك ابن أمتك يحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. وأحاديث في هذا المعنى كثيرة.